إن النيابة العامة ومنذ إبلاغها باختطاف الضحيتين أسدت تعليمات لمختلف مصالح الضبطية القضائية من أجل تكثيف الأبحاث والتحريات للوصول إلى الفاعلين وإيقافهم. وبقيت النيابة العامة تتابع عن قرب وكثب نتائج تلك التحريات منذ بدايتها، وبفضل التنسيق والتعاون والفعالية لمصالح الضبطية القضائية في الأبحاث والتحقيقات الأولية باستعمال الوسائل العلمية وتضافر جهود الجميع، تمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين، وهما فاعلين اثنين. إن ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة قد تنقل يوم أمس إلى مكان العثور على الجثتين، وكذا إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة للإشراف شخصيا على التحريات والتحقيقات الأولية. إن المعلومات الأولية لتلك التحقيقات والاستجوابات تفيد بأن الفاعلين المشتبه فيهما قد اعترفا بقتل الضحيتين بواسطة الخنق، وهو ما أثبته الطب الشرعي. وقد ثبت من التحريات الأولية ومن نتائج الطب الشرعي كذلك أنه لم يتم ذبح أو تشويه الضحيتين. وقد ثبت من التحريات الأولية ومن نتائج الطب الشرعي كذلك أنه لم يتم ذبح أو تشويه الضحيتين أو التنكيل بجثتهما أو المساس بأي عضو من أعضائهما الداخلية أو الخارجية، وإنما الوفاة كانت نتيجة الخنق. إن هذه الأفعال الإجرامية الوحشية الغريبة عن قيم مجتمعنا الأصيل تبقى منعزلة لا علاقة لها بالإجرام المنظم، وسوف تتصدى لها العدالة بكل حزم وعزم وصرامة، وسوف يعاقب مرتكبوها بأشد العقاب وفقا للقانون، وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين لا سيما القصار والضعفاء.